سلام الله على الدكتور عايض وعلى اللي حاضره بمنزله. يا سلام الله على الدكتور عايض وعلى اللي حاضره بمنزله. يا سلام الله على الدكتور عايض وعلى اللي حاضر بمنزله. يا لا 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 شيخنا عايض ربيع المنزله. يا سلام الله على الدكتور عايض وعلى اللي حاضر بمنزله. يا لا 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 شيخنا عايض ربيع المنزله. يا سلام الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يحييكم بتحية أهل الجنة، وأسأل الله كما جمعنا بكم أن هنا نجمعنا بكم في الفردوس الأعلى، وأسأل الله أن يثمن خطاكم ويكتب أجركم ويسعدكم كما أسعدتمونا ويشرفكم كما شرفتمونا. طال اللقاء وسار في مسافات من الزمن، والله يعلم بالعذر، وإني من أسعد الناس كما قلت في كلمتي وأنا أقول لأرد على أبو عصام وأحبابنا، فأنتم من أقرب الناس والأقربون أولى بالمعروف. آباءنا مع أباكم وأجدادنا مع أجدادكم وحنا معكم، ولكل واحد منكم واجب. وأنا والله ودي أني اتصلت بكل أحد، لكن تعرف الأعداد كثيرة ولا أعرف الجوالات، فصرت اتصلت بالقرابة وجماعة أبو سعود بن محمد بن حي الله والإخوة وأنسابي كلمتهم، وأنا أبغى كلمت أبو عصام علي بن محمد بن غيثان ونسيبنا سعد بن عمدة وابني عبد الرحمن بن حمود. فأنا أحييكم أولا باسم أعمامي علي بن عازم المجدوع وسعيد بن عازم المجدوع واسم أبناء عمي محمد الله يرحمه وإخواني وأبنائي وابن أخي الحسن وأخي عبد الله بن طاهر والجميع كل من يرحب. حنا طبعا انا قلت لا يكون الحفل رسمي، حتى قلت لا تحطون منصه ولا مقدم لتكون سوالف ويكون في مشاركه، اللي عنده مشاركه يشارك واللي عنده خاطره يدري بها، كلنا احباب واخوه.